انطلاقا من مسؤوليات وزارة الداخلية في حفظ الأمن والنظام العام وتأمين الانتخابات النيابية والبلدية، شهدت قوات الشرطة من انتشارها الأمني بكافة مناطق المملكة في الساعات الأولى من صباح اليوم. وقد شملت التعزيزات الأمنية كافة المرافق الحيوية والشوارع الرئيسية والفرعية المؤدية إلى المقار الانتخابية، بالإضافة إلى تكثيف انتشار الدوريات المرورية للعمل على تحقيق الانسيابية اللازمة في الحركة المرورية لضمان وصول الناخبين والمرشحين للمقار الانتخابية بكل يسر وسهولة. وفي هذا الإطار جرت عملية تأمين صناديق الاقتراع أثناء نقلها إلى المراكز الانتخابية تحت إشراف القضاء صباح اليوم، الأمر الذي ساهم في فتح مراكز الاقتراع في موعدها المقرر وممارسة الناخبين لحقهم الدستوري في أجواء آمنة ومنضبطة. وتؤكد وزارة الداخلية على أنها ماضية في تأمين العملية الانتخابية واتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية اللازمة تجاه أي أعمال مخالفة للقانون، كما تعرب الوزارة عن شكرها وتقدير للمواطنين الذين شاركوا في العملية الانتخابية والالتزام بالنظام العام والانتظار لفترات طويلة في طوابير الانتخاب، وهذا يعكس مدى تحضر الشعب وتصميمه على مواصلة مسيرة البناء والتقدم وإظهار هذا العرس الديمقراطي بالشكل الذي يليق بمكانة مملكة البحرين.